كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. سنة سعيدة واسم السيد المدير العام يطيب لي أن لي أمامكم الكلمة المديرية. كلمة السيد المدير العام للأمن الوطني احتفاء بالنساء الشرطيات بمناسبة تأكيد اليوم العالمي للمرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على آله وصحبه أجمعين. تخليدا لليوم العالمي للمرأة الذي هو مناسبة سنوية لتجديد الشكر والثناء لفئة النساء، يتشرف المدير العام للأمن الوطني صلاة عن نفسه ونيابة عن كافة أطر وموظفي الأمن الوطني بأن يتقدم بأسمى عبارة التهاني وأصدق التبريكات لكافة نساء الأمن الوطني بمختلف رتبهن وأسلاكهن، متمنيا لهن استمرار التألق والسداد وموصول الصحة والهناء ومنفور السعادة والعافية. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تنتقدموا بجزيل الشكر للسيد المدير العام للأمن الوطني وكذلك للسيد والي أمن الرباط بهذا الالتفاتة الطيبة ديالهم والتقدير ديالهم للمجهودات التي يقوم بهم الشرطيات اللي على مستوى مدينة الرباط، وكذلك بالدور ديالي وبالنيابة على جميع الشرطيات ديال مدينة الرباط تنتقدموا بالتهاني لجميع النساء المغربيات بمناسبة هذا اليوم العالمي. أبي الحمري لكم ها تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.